جدتي وعمتي واللعبة الصغيرة وأسرتي الكبيرة. هل أنت من تحدثت إلي بالهاتف؟ ألست ابن خالتي وسيم؟ هل أنت الآنسة ثريا؟ أعذريني يا ابنة خالتي، لقد كبرت بسرعة. الحق عليك، فأنت لم تصعد إلى الجبل منذ 5 سنوات. يبدو أن المدينة أنستك كل شيء، حتى ذكريات الطفولة. كانت ذكريات جميلة، ولكن أصدقيني القول، هل أنت التي طلبت أن ألاقيها إلى هنا؟ حبذا لو كنت الفاعل. أعذرني، فلدي عمل هام. إلى اللقاء. صدفة عجيبة. لابد أنها هي، سأدخل إلى المقهى قبل أن تصل. السيد وسيم، أليس كذلك؟ أجل يا صاحبة اللون الأخضر. يبدو أنه وسيم فعلا. لم أكن أتصور أنها بهذا الجمال. المعذرة، لقد تأخرت بسبب ازدحام السير. بماذا أستطيع أن أناديك يا أنسة؟ نغم، أدعى نغم شروف. تشرفنا يا آنسة نغم، إنه اسم جميل وموسيقي. ماذا تشربين؟ قهوة، عصير، شاي، لا فرق. ماذا تريدان؟ قهوة من فضلك. حاضر. لم أكن أتصور يا آنسة نغم أن تكوني على هذا القدر من الجمال. هل أعجبتك؟ بكل تأكيد. تعجبني صراحتك. وتعجبني جرأتك. يبدو نحن متساويان. ولكنني أخشى من هذه المساواة.